بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. بيتكلم النهاردة عن زراعة الكمون تحت الري بالتمقيط. تمام، زرعنا الكمون تحت الري بالتمقيط في أراضي أسيوط. تمام، وكانت التجربة 20 فدان، والحمد لله كانت كويسة. تمام، أو حتى تعلمنا منها الكثير. يعني بالنسبة لزراعة الكمون، الكمون طبعا من المحاصيل الممتازة جدا، واللي العائد بتاعه بيكون كويس جدا، وان الانتاجية بتاعته قد تصل الى 700 كيلو او 600 كيلو للفدان، معاك من 400 حتى هم بيقولوا 800 بس في الكتب، بس 800 دي بصراحة انا شايف ان هي مبالغ فيها قوي. تمام، يعني اقصى حاجة للكمون ممكن 600 كيلو يبقى كويس جدا. واحد هيقول لي بقى 700 كيلو، انا جبت 800 كيلو، ده رزق من عند الله، ربنا بعته لك. ولكن احنا بنتكلم فعلا عن نطاق العمل، وان احنا ما نكذبش على الناس، ان احنا ما نكذبش على الناس. بنبدأ نجهز الارض بتاعتنا للزراعة، بحيث ان انا بحرت الارض بتاعتي كويس، وببدأ اخطط الارض بتاعتي. التخطيط بيبقى ما بين الخط والتاني بيبقى حوالي 75 سنتي، مش حوالي، ده هو بالظبط بيبقى 75 سنتي. وبنبدأ نحط السماد البلدي، او لا اسف، ما بنحط السماد بلدي، بنحط دواجن او بنحط كومبوست عشان الحشائش في الكمون فيها مشكلة. تمام، وبنبدأ نخلط المادة العضوية بتاعتنا دي بالتربة، وبنبدأ نرجم الخط بتاعنا بحيث ان هو يكون واطي، بحيث ازرع في البطنية بتاعت الخط. يا جماعة، ليه بزرع بالبطنية بتاعت الخط؟ اصل انا بروي بالري بالتنقيط في محصول كثيف، ولذلك لازم اعمل كحاجة زي حوض كده، بحيث تحجز لي المية في المسافة اللي هي بتكون 50 سنتي، ده هي اللي عليها اللي بتاعي او الخرطوم بتاعي. تمام، بخلط المادة العضوية وببدأ أسويها، وببدأ أحط شبكة الري بالتنقيط عندي، وأفرد الخراطيم بتاعتي، وببدأ أدي الأرض مية كويس. قلت مكان الزراعة بيبقى نازل شوية كده، حوالي 5 أو 10 سنتي تحت بعيد يعني عن سطح التربة الأصلي، بحيث إن هو فيه يبقى فيه استقرار لشوية المية اللي نزل من الخرطوم. والجماعة اللي هم بيزرعوا في المنيا عارفين القصة دي كويس. تمام، وببدأ أروي الأرض بتاعتي كويس، أخمر الأرض بتاعتي كويس، أخمرها كويس يومين ثلاثة قبل 3 أو 4 أيام أو 5 أيام كمان، أو أسبوع من الزراعة. قبل أسبوع من الزراعة بكون مخمر الأرض بتاعتي كويس، بحيث إن هي لما أجي أزرع ألاقي الدنيا ابتدت تبقى كويسة عندي. تمام، ببدأ أبدر الكمون عندي، أبدر الكمون. معدل التقوي قد إيه يا جماعة؟ من 5 لـ 8 كيلو، معاك من 5 لـ 8 كيلو. الأرض بتاعتك كويسة وعارف الإنتاج الإنبات بتاعك كويس، هنقول 5 أو 6 كيلو. لو الإنبات يعني فيها مشاكل ممكن تحط الـ 8 كيلو، ما فيش أي مشكلة خالص. تمام، وأنا بفضل الـ 8 كيلو، وهقول ليه، و9 كيلو كمان، وهقول ليه بعد كده. تمام، وبنبدأ نزرع الأرض بتاعتنا، نبدر، وبعد البدار مباشرة حد بيبدر والتاني وراه بالشوكة. عارفين الشوكة بتاعتنا المصرية دي، الشوكة دي بنخربش بحيث ان انا اداري التقاوي، وبعد كده ببدأ اروي الارض بتاعتي. تمام، طيب معاملات التقاوي يا جماعة، مشكلة الكمون في عملية الشلل بتاع الكمون، الشلل بتاع الكمون، مشكلة الكمون في الإنبات بتاعه، بياخد وقت وممكن يغيب منه كتير. طب الحل نعمل ايه؟ الحل ان انا رقم واحد ان انا اعامل التقاوي بتاعتي كويس، اجيب التقاوي بتاعتي على مفرش وببدأ اطريها بشوية مية او انديها بمية بحيث تبقى فيها ندى كده، نسبة ندى، وبعد كده ببدأ اجيب مبيدين فطرين او ثلاثة كمان، يعني روزوليكس وتوبسين ومنقط. لو جبت التلاتة وخلطتهم مش هي الدنيا مش هتخرب معاك، اخلطهم التلاتة مع بعض كده على التقاوي. تمام، بأي نسبة إن كانت. تمام، وابدأ ازرع التقاوي بتاعتك. دي معاملة التقاوي، لازم تكون كويسة جدا التقاوي بتاعتك، لازم تكون كويسة. والتقاوي تكون كويسة ازاي؟ انك انت لو مسكت التقاوي كده تلاقي اللون بتاعها اخضر يا جماعة، مش لون حبة الرز اصفر وميت او اسود، لا، بتلاقي اللون بتاعها يدي للاخضرار شوية كده، ديت التقاوي المظبوط. خد بالك التقاوي هتلاقي فيها برضو اللي هو اللون الاسود او البني ده نسبة، بس ما تكونش النسبة كتيرة، يعني ما تكونش النسبة كتيرة. تمام، ده اللي احنا بنحذر منه. كمان في حاجة اسمها ذكر الكمون، دي برضو
بتبقى واضحه من التقاوي برضو ما تبقاش كتير، لان هي مؤذيه يا جماعه. حاجه هم بسموها اسم دارج كده في الصعيد، بيسموه ذكر الكمون. المفروض اللي بيعقب التقاوي ديت او اللي بيغربلها بتبقى حبايه سودة صغيره كده، المفروض بيطلعها، لان دي اصلا لما بتكبر بتبقى يعني متميزه عن شجره الكمون باللون والحجم كمان، هي حجمها بيكبر، لذلك سموها ذكر الكمون. خد بالك من دي كويس، تمام. وبدرت الارض بتاعتك، وليه قلنا 8 كيلو؟ قلنا الشلل بيبقى كتير، فعلشان نكافح الشلل نمره واحد ان انا بزرع بكميه كبيره، لان عمليه شلل الكمون دي من اول يوم لحد الحصاد ماشيه معايا. الجدع بقى مش هيمنعها، محدش هيقدر يمنعها، ولكن الجدع اللي هو هيقدر يحد منها، يحد منها بايه؟ ان انا زرعت بكثافه عاليه، بحيث ان لو مات عندي 10-15% من كمية التقاوي اللي انا زرعت بيها، يبقى الباقي موجود معايا يسد، مفيش اي مشكل خالص. دي رقم واحد. رقم اتنين ان عملت البذور بتاعتي كويس. رقم تلاتة بقى، عشان الشلل تعمل ايه؟ علشان الشلل عندك لازم كل اول الانبات كده ما طلع وبقى 5 سنتي، هات يونيفورم ورش الارض. رش يعني ما حقنش، لا انا بقول رش. ليه؟ اروي الارض بتاعتك وابدأ رش فيها بعد ما تنشف كده تاني يوم من الري، ابدأ رش الارض بتاعتك يونيفورم بمعدل 0.5 سنتي على لتر المية، ورش كل 15 يوم مرة يونيفورم ومرة اي حاجة تانية لمدة الشهرين الاولانيين دول، علشان تحد من القصة دهية، تمام؟ تحد منها بايه؟ باللي احنا بنقول عليه ده هو، تمام؟ هتلاقي الامور ماشية معاك كويس. هتسيب في قصة الشلل دي، ممكن يعني تخسر يمكن 50% من نسبة التقاوي اللي انت زرعتها. الكمون حساس للقصة دي، فما تستناش ان هي تحصل، لا انت خليك سباق وخليك على طول في قصة ان انك انت الوقاية خير من العلاج. على طول يونيفورم ورش كل 15 يوم، هتلاقي الأمور معاك كويسة والشلل متسيطر عليه، تمام؟ بعد كده بنتكلم على الري يا جماعة. الري بتاع الكمون في الأول ما تحاولش في مرحلة الإنبات الأرض تجف منك علشان ما يحصلش مشاكل. يعني إيه؟ يعني ممكن نرش يوم، نسقي يوم ويوم في الـ بداية الإنبات، لأنه بيبقى في شهر 10، وشهر 10 برضو عندنا أفضل معاد لزراعة الكمون شهر 11، الإنبات بيكون مش مظبوط. دي رقم واحد. رقم اتنين، الكمون أصلا بطيء في الحركة بتاعته في الأول، فلازم يقابله جو دافي، فشهر 10 بيكون دافي وبيكون حرارة، في موجات حرارة، فبيكون ممتاز جدا، والمحصول بيكون ممتاز جدا وفوق الممتاز كمان، تمام؟ دي نصيحة بننصحها للإخوة، يعني ما تعديش 20-10 بأي حال من الأحوال. أنا ما بحبش الزراعة بعد 20-10، دي ناخد بالنا منها. اللي عايز برضو أنبه عليه في الكمون يا جماعة، إن الكمون المميز 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 واللي ما فيش زيه إطلاقا، بيستجيب جدا 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 للتسميد الورقي. الرش الورقي ده يا جماعة الكمون، يعني لما بتجيب مركب NPK محترم وبترش بيه الكمون مع أحماض أمينية محترمة في الشتاء، بتلاقي فيه تطور للكمون ما حصلش. المعلومة دي محدش كان يعرفها خالص، إلا إن أنا حصلت لي انتكاسة في المن وابتديت أشتغل على القصة ده هي، تمام؟ لما ابتدينا نشتغل على القصة دي أحماض أمينية بعد المن ما بهدل الدنيا عندي، فابتديت أشتغل بالقصة دي، لاحظنا وبعد القصة دي ابتدينا بقى يعني في مرحلة الآخر دي ابتدينا نرش بوتاسيوم سائل مع أحماض أمينية. والله كان من أفضل، يعني التاجر بيقول لك من أفضل الحاجات اللي أنا شفتها، الكواليتي والجودة والحجم بتاع الحبة، كان في الكمون ده هو. فالحتة دي تاخد بالك منها كويس جدا جدا جدا. هنتكلم عن الري والتسميد والأمراض بتاعة الكمون في الكلمتين اللي جايين في الفيديو اللي جاي. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.